أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. بداية أسبوع نشيط الجميع، ركاب سبورت موعد يومي 6:30 للسمع، نرجع فيه على آخر التطورات والأخبار الرياضية في تونس وخارجها. 24 ساعة في 30 دقيقة، نرجع بكل تأكيد للتتويج الكبير البارح للأولمبي البيجي في نهائي الكاس ضد الترجي التونسي. بعد شوي يكون معنا المدرب المتألق الناجح مع الأولمبي البيجي بطولة وكأسا جمال خشارم في أول حوار بعد التتويج هذا. بعد شوي كيف نتحدث على النجاح التاريخي لمنتخب أقل من 20 عام وتحقيقه للترشح للدور الثاني في المونديال بعد خلينا نقول هزيمة البارح صحيح ضد الأوروغواي، لكن الحظ العب المرة هذه لفائة المنتخب الوطني. وأيمن دحمان قريب من مغادرة نادي صفاقسي، عقده ينتهي 30 جوان. أيمن دحمان تقريبا اتفق مع ناديه الجديد، بعد شوية نتحدثوا على كل التفاصيل هذه كل أكثر. تحدثوا في اليوم مع الناقد الرياضي القدير نجم الإذاعة وتابع زريدة بوراوي. أهلا وسهلا. مرحبا حيدر، مرحبا بجميع مستمعين موزايك. نبيل خيرات كالعادة، أهلا وسهلا بصديقي نبيل. أهلا حيدر علي، أهلا بك سليمة. مرحبا نبيل. رحب بخالد في الإخراج، طه في الإخراج الرقمي، شاكر وحروس في الستاندر. بعد شوية بعد لحظات يكون معنا جمال خشير مدرب الأولمبي البيجي، نتحدث على تفاصيل التتويج البارح وكل ما صار في مقابلة الفينال. ريكاب سبور حيدر الشرني، ريكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعة من 6:30 للسبعة متاع العشية. جمال خشير معنا بالتليفون، اهلا وسهلا كوتش. مرحبا بك خويا حيدر، ومرحبا بالخيام في الاستوديو بالمستمعين المزايكا فام. مرحبا بك جمال، ان شاء الله مبروك التتويج البارح، هو اول تتويج في مسيرتك كمدرب هكا ولا لا؟ ثاني بعد المريخ. بعد المريخ اكيد. اي بعد المريخ. الله يبارك فيك خويا، عايش خويا. إن شاء الله مبروك هذا التتويج مع الأولمبي البيجي. الحقيقة منطقي جدا على ما قدمه الأولمبي البيجي طيلة الموسم، ريكومبونس ويكون فما تتويج البطولة. الأمور مازالت بعيدة على الناس الكل الحقيقة، لكن على الأقل الأولمبي البيجي توج الموسم تاعو بكاس، خلينا نقولوا أمبلومون ميريتي الحقيقة. والله الحمد لله كما قلت انت قبل كل شيء، الحمد لله التوفيق من عند ربي. التتويج هذا ميريتي، جاء بعد برشا تعب، باركور صعيب خاصة في نطاق الكاس، نعرفوا معناتها انه تعبنا برشا، وكانت كل المقابلات خارج باجة، المقابلات اللي خدناها الكل خارج الديار، ما هوش بالسهل ضد فرق كبيرة. نعرفوا التنقلات الكل صعيبة، لعبنا الدور ربع النهائي في الفريق، الدور نصف النهائي مع النادي الافريقي برا، امس الحمد لله ضد فريق كبير الترجي الرياضي التونسي كان عن استحقاق. ثمره نتاع تعب نتاع مجهود نتاع 3 شهور اقل شيء، والحمد لله معناتها كي تتعب خويا وتلقى هذاك هو اهم شيء، معناتها اللي فرحنا الناس الكل اللي اعطت فينا الثقه، فرحنا كل الباجيين ناديوا لهم اللقب هذايا. وان شاء الله ان شاء الله القادم افضل، ونكملوا في الباركور اللي قاعدين نحن فيه ان شاء الله. كل تأكيد هو ثمرة تعب تخطيط، زاد فما جهد متاع ملاعبية وإدارة، وخاصة ببليك زاد اللي كان موجود وراء الأولمبي البيجي تيلة الموسم هذي. لكن خليني نسألك على بعض التفاصيل ممكن الفنية، شنو اللعب اللي صالح الأولمبي البيجي البارحة؟ لأنه البارح الأولمبي البيجي أدار بطريقة أفضل الفينال من الترجي هذي تونسي، هل أنه كان عندهم لعبية أفضل، هل أنه كانوا عندهم لعبية موتيفي أكثر من لعبية الترجي؟ شنو التفاصيل اللي كانت حاسمة لصالح الأولمبي البيجي؟ والله الحمد لله، ومعناتها على كامل المشاهدات المقابله امس كنا معناتها احنا الافضل، مش كنتي لاعبين افضل من لاعبين، يمكن احنا توفقنا معناتها من ناحيه تحضير المقابله، كنا حاضرين كوم الفو، عرفنا ننتسوا فريق الترجي الرياضي التونسي، خاصه روح المجموعه اللي هي تمثل اليوم قوه الاولمبي البيجي. روح المجموعه كنا معناتها عندنا جروب فريمون اللي معناتها ديما ابليكي برشا أنفي، برشا روح، برشا ديسيبلين تكتيك، يمكن بتاتر هي اللي عملت لا ديفيرونس. اون بلوس على مجريات المقابله عرفنا دون لي مومون فور نتاعنا، عرفنا كيفاش نستغلوهم، ولي مومون فيبل عرفنا كيفاش نخرجوا منهم بخف الاضرار. هذا بتاتر هو اللي كان معناتها الكلين نتاع المقابله نتاع امس. والحمد لله الحمد لله معناتها كيما قلت في الاخر معناتها انصفتنا الكوره وتوجنا بالكاس هذه. هذا هو رضا براوي. سؤال جمال خشير، تفضل. مرحبا كابتن جمال. مرحبا بك سي براوي، لاباس خويا، ان شاء الله نقولوا لك ساعه مبروك مبروك، ان غرون برافو بور توا لو شيما تكتيك اللي لعبت به البارح، كافي لا ديفيرونس حتى من كوتي فيزيك كنتو بلو فريك لسبيرونس. انا عندي سؤال، اسكو لولمبي البيجي وقت اللي تعمل لي سيزون كيما هذه
ربحت فيقس، ربحت الكلوب، ربحت اسبيرانس مارتين، تلعب ما تعمل مشنول مع ليتوال وادي جوار من 15 من بريمير مينوت تلعبوا اديس، ما عندكش لامبيسيون باش ليكيب هذيا مثلا تكون شويه فما ان رانفور ان ريكروتمون بيان بيان ديتيرميني وتقول نلعبوا على الشامبيونا. انت خذيت الكوب مع المريخ تقريبا شامبيونا خذيت مع المريخ شامبيونا. دونك اسكو الاولمبيك دو بيجا هذي كابابل باش تكون شامبيونا تونيزي تكون برمي لي كاتر برمي على خاطر اللي نشوف فيه هنا السنة لو مثلا الإدارة تعمل ان بون ريكروتمون ان بون رانفور مع سي جمال خشارم انا جو فوا كو الاولمبيك دو بيجا تنجم تولي تفكر كيما مثلا اتحاد بن قردان. كان بن قردان توا ولات برمي لي كاتر برمي بن قردان وشاركت حتى في الكاف، علاش الاولمبيك دو بيجا ما تعملش ان بروجي باش تولي تلعب على شامبيونا؟ والله هو كلامك معقول سي بوراي، معناتها المفروض هيك هو اليوم اللي يصير. فما كي تبدا عندك معناتها اون ايكيب اللي اليوم بدات تاقف بديت تصنع في جروب تصنع في في فريق معناتها اللي ضايع الكبار المفروض تستحفظ على العناصر معناتها هذوما وتدعمهم باش الموسم القادم تكون افضل وتنافس على الالقاب. لكن هذايا كله مربوط معناتها بالتفكير نتاع الاداره، يلزم معناتها فما توجه فما بلون داكسيون باش نجم تعرف انت شنو المطلوب منك وشنو اللي تحب واللي ما تحبش. احنا كنا تحدثنا معناتها عطيت انا فكرتي سواء جمال خشارم كان موجود ولا موش موجود، يلزم يستحفظوا على المجموعه هذه معناتها خاصه في مراكز معينه لازم يكونوا موجودين ويزيدوا يدعموا الفريق للموسم القادم، خاصه انه الفريق مش يلعب كاس الاتحاد الافريقي وعلاش لا ينجم يكون في بلاصه في البطوله العربيه، مازالت الشامبيونه متواصله. لكن هذايا يلزم توا خاصه انه كما نقولوا احنا بلغه الكره في البرود، اليوم الاولمبي البيجي مرتاح يلعب في الفاز نتاع بلاي اوف ماهوش كما السنوات الاخيره، دونك سي لو مومون باش تبني عليه الشيء هذايا. وان شاء الله ان شاء الله سافوار هما التوجه نتاعهم كانوا متفاهمين ان شاء الله يمشيوا في الحكايه هذه باش الاولمبي البيجي يرجع نعرفوا فريق الاولمبي البيجي فريق كبير باش يكملوا في الباركور اللي يعملوا فيه السنا ويبنيوا عليه ويرجع لسالف اشعاعات. خليني نكمل، انت العام الجاي مع الاولمبي البيجي نكمل على السؤال هذا ماذا بتحكي على بروجي؟ والله كلك سواء اعطيت رايي قلت لك سواء انا موجود في الاولمبي البيجي ولا مانيش في الاولمبي البيجي، اليوم بصفتي موجود نعطي معناتها الحاجه اللي باش تفيد الجمعيه هذيك. سؤالك نجم نجم يكون كما نجم يكونش، انا حكينا شويه على اساس نكملوا السيزون واذا فما حاجه نكملوا البطوله ان شاء الله نقعدوا نحكي. هذا هو به نبيل خيرات سؤال جمال خشارم. جمال ساعة فيليسيتاسيون كوتش على اللي عملته الكل حقيقه. انا حبيت نقول لك وانه طارق الجراي قبل ما يمشي لا ميلا بارتريو الحقيقه لانه خلى الاولمبي البيجي في وضعيه ممتازه يلعب في البلاي اوف عمل نتائج كبيره وخليها في السيمي فاينلز هذا كذلك. حبيت نقول لك في فتره من الفترات شكون امن بيك جمال باش تجي الاولمبي البيجي لانه ماكش معروف الحقيقه في البطوله قبل التونسيه، صحيح وانه عندك نجاحات في البطوله السودانيه ولي زومبيسيون كبروا الان، هل انك اذا كان تقعد في الاولمبي البيجي الافكتيف في الحالي هذا قادر وانه يهزك لي زومبيسيون اكثر من الكاس بتاع تونس لانه الاولمبي البيجي سيعود كذلك لكاس الاتحاد الافريقي ربما يكون عنده التزامات عربيه او اقليميه اخرى؟ مشكور قبل كل شيء ربي يبارك فيك. فيما يخص الاولمبي البيجي كان اتصال من طرف الرئيس القديم سي كمال الوالي اللي مشكور معناتها على الثقه في شخصي انا هذه الاولى. فيما يخص تجربتي في البطوله التونسيه كانت عندي تجربه مع نادي الزمالك الفرنسي سواء كمدرب في فتره ولا كمدرب اول في فتره معينه من 2018 2020. اون بليس الاولمبي البيجي في الفتره اللي خذيته انا راي اخي فتره تقدر تقول لانه الاولمبي البيجي انا خذيته الاولمبي البيجي تغير الرئيس فما صعوبات ماليه اضرابات لاعبين مش خالصين قروض 7-8 لاعبين ما هو سهل خويا بالعكس. اون بليس الفاز الاولى ما هيش الفاز ديبول تعبنا لاعبيه حكينا برشا خدمنا اللي عرفنا اللي كنا كل شيء يجي كان بالخدمه والحمد لله معناتها صدرنا هدف اللي هو كاس تونس او برميل ليون ونعملوا ان بون بريستاسيون في الكوب في الشامبيونات بلوتو وان شاء الله نكونوا الهدف الاول اللي صدرناه وصلنا له وان شاء الله نكملوا في الباركور نتاع الشامبيونات ان شاء الله.
به هو الاستحقاق ما في حتى شك. الأولمبي البيجي حتى قبل ما نتكلموا معاك هذه قناعة عند 99 كان موج 100% من الناس أن الأولمبي البيجي من أفضل فرق هذا الموسم يستاهل تتويج كان موج بطولة روكاس. لكن اليوم مثلا هل أنه كما 99% هذو ما تعتقد أنه مستوى الفرق اللي تنافس عادة وأبرزها ترجي تونسي على البطولة تراجع بشكل أنه يتيح الفرصة للفرق الأخرى؟ يمكن اليوم الترجي الرياضي التونسي مش في افضل فتراته. نعرفوا الموسم هذا الترجي معناتها يمكن خروج من دوري ابطال افريقيا اثر عليه، لكن يقعد الترجي ديما فريق كبير فريق القاب، عادي انه تعدى بسيزون معناتها مش في افضل حالاته وصار ريف في الكوره كما الفرق الكبيره الكل الاخرى. اون بليس الموسم المتميز اللي قدم فيه الاولمبي البيجي هو ثمره عمل، هو يمكن الجروب جروب نظيف، جروب برشا أونتونت بين الناس الكل، بين الستاف تكنيك، بين اللاعبيه، بين الاداره. هذا من الاشياء اللي خلات الاولمبي البيجي اليوم يعمل باركور هذايا باهي. وكما قلت لك الساعه ما فماش علاش باش ما يستحملوش على الفريق هذايا ويزيدوا يدعموه باش ينجموا يبعثوا لبعيد ويلعبوا باكثر اريحيه ويخموا في الالقاب. بالضبط بالضبط. إن شاء الله بتوفيق ليك جمال خشير، مبروك مرة أخرى ليك الأولمبي البيجي الباجي الكل على تتويج المستحق البارح بكاس تونس، تتويج الثالث في تاريخ الأولمبي البيجي. شكرا لجمال خشير، إن شاء الله بتوفيق في بقية المسيرة. كلمة على الأولمبي البيجي يزيدوا برشا حاجات الحقيقة. الأولمبي البيجي اللي فرط في عدد من اللاعبية، اللي غير المدرب، اللي في وقت من الأوقات اللاعبية قرفوا ما عادش يترناو لأنه مفماش المستحقات المالية متاعهم وغير، ويقعد معناها قصة جميلة الحقيقة. يرجع ويفك بلايس خرج نادي الفريقي، خرج نادي سفاقسي، ثم يأخذ كوب من الترجي هذه التونسي. والله أنا بور موا وقت اللي نشوف الأولمبي البيجي تلعب ضد لي غران كلوب سوليزان، احنا لي كاتر غران كلوب، أنا شفت لتوال تلعب مع الأولمبي البيجي ربع ساعة الأولى متاع بريمير ميتان يخرج لها الميور جوار إترانجي قعد تكمل تديس. فما علاش نحب نشكر المدرب انا ونشكر حتى اللي قبل سي جمال طارق جراية، سي طارق جراية، لانه فما بلوك نتاع لاعبيه والكلام اللي قالوا توا معناتها نظافه الفيستير اللاعبيه معناتها ما عندهمش ان غران نون، ما فماش اسم بدايه كبير ها. لكن مع هذا نحب نشكر لي دو زونترينور على خاطر حطوا حاجه اللي معناتها تنجم تربح بها لي غران كلوب. انا وليت البارح اللي نتفرج سوني بليز جون سوربريز باتر ريسبيرونس ادور بريز السنه تربحها مرتين، ربحت 2-0 وتربحها البارح، تربح الكلوب افريكان، تربح تعمل مشنو مع ليتوال افيك دي جور، تربح السي اس اف تعمل مشنو سوني بليز جون سوربريز افيك ليتا اكتويل تاع ريسبيرونس، دونك سوني با جون سوربريز. لو تراباي نتاع المدربين ظهرت رغم ان الترجي ماهيش في حالاتها العاديه، لكن يحترم الفريق اسمه الترجي الرياضي قال كان كلوب دو تيتر، لكن لعب تكتيك منظمه من ديسبيرونس نا كري اوكون اوكازيون. راه وقت اللي تحط له شيما تكتيك لونترينور عنده دور، هنا تظهر البصمات نتاع المدرب، معناتها مش بشرط عندي من لاعبيه تكنيك ودرجنو، لكن فما في الرياضه خاصه في كره القدم فما حاجات اخرى تنجم تعوض بها برشا حاجات اللي هي الكونديسيون فيزيك، اللي هي الديسبلين دون لو جو، هذه باش قاعده تعمل توا. بالضبط. نبيل خيرات، الحقيقه حيدر باجا سكسيس ستوري العام هذا قصه نجاح رهيبه وعجيبه، واعطت رونق اخر للبطوله وكذلك الكاس. باهي اذا كانوا يقولوا الكاس هو ما فيش مفاجآت وهذاك هو الكاس، معناها مش ما نجموش نقولوا انه فريق فاجأ لانه هذيك حلاوه الكاس. اللي صار كونفيرماسيون للبريستاسيون تاع الاولمبي البيجي في البطوله، لانه الاولمبي البيجي مش فريق صغير جاء في الكاس وعمل لنا مفاجاه كما كاليك العام في فرنسا ولا كما اي فريق صغير تلقاه في النهائي. باجا فريق عنده دي تراديسيون، هذه الكاس الثالثه عنده سوبر كاس تونس كذلك، لعب في افريقيا، لكن الاولمبي البيجي في السنوات الاخيره بعد على الاضواء العام هذا رجع وقدم نفسه كافضل ما يكون. الحقيقه قلنا علاش السنه قصه نجاح، لانه اللي مر به الاولمبي البيجي لو كان مرت به فرق اخرى كانت تضمحل الحقيقه ولا كانت تلعب على النزول. الاولمبي البيجي يلعب في البلاي اوف، تعدى بنقطتين حوافز، تعدى امام النادي الافريقي للبلاي اوف، والاولمبي البيجي هزم تقريبا الفرق الكبرى الكل في تونس، والاولمبي البيجي بدون رئيس، بدون ميزانيه، بدون مدرب في فتره من الفترات، بدون تدريبات تقريبا 10 ايام.
رجع بقوه وشفناه في النهائي ونحى لي جراند كلوب في تونس، نحى سي اس اس كلوب افريكان والاسبيرانس. يعني كل مرحله تجي مرحله اصعب من بعدها، ديما موجود ديما حي ويقدم في كره جميله. البارح شفناه نهائي الحقيقه، ماهوش كان يطيح البلوك، ماهوش مسكر اللعب، ماهوش فريق رافض اللعب، سجل وكان بامكانه يقتل المباراه في دقيقه 92 في فرصه واضحه جدا باش ياكد اولمبي البيجي وانه فريق في الموسم اللي يكون فيه جاهز يعطي نكهه اخرى وصوره اخرى كره قدم في تونس. هذا هو دونك، مبروك مرة أخرى الأولمبي البيجي. ما نحكيه على الفريق الثاني في النهاية، ذي ترجي رياضي تونسي اللي تقريبا أسوأ شهر في تاريخه، كل هزايم وكل نتائج سلبية، الشيء اللي خلى الجماهير اليوم تدخل في مواجهة مع اللاعبين في حصة تدريبية، كان فما برشا سب وبرشا شاتم. بعد شوية نتحطوا في التفاصيل هذي. ريكاب سبور حيدر الشرني، ريكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعة من 6:30 للسبعة متاع العشية. حسب زميلنا وصديقنا طارق الغديري، فانه عدد من جماهير ترجي هذه تونسي اليوم دخلوا في مواجهات مع اللاعبين على خلفية النتائج السلبية في المدة الأخيرة، وكذلك على خلفية خسارة اللقب الكاس ضد الأولمبي البيجي البارح. حسب طارق الغديري ما فماش عنف، لكن كان فما سب مبالغ فيه وشات مبالغ فيه للاعبين في حصة تمارين اليوم. هذا المصدر، هذه المعلومة. ناخذ تعليق من عندك رضا بوراوي نبيل خيرات. انا بالنسبه لي انا جنكسب باسا، مش معقول لي جران كلوب في العالم هاي ريال مدريد تاع هاي ريال مدريد مازال الشامبيون. لا لا اوندو با، شوف بصراحه انا وليت نشك بكل احترامي للجماهير، وليت نشك وانه فيه مدسين وما يحبوش الترجي الرياضي، لان الغلطه تسب في الملاعبي. انت الملاعبي مش هو واحد، هو انت جبته، الترجي الرياضي جبته. ونقول ما نحبش نزاد نحمل مسؤول، فما اغلاط تصير الاغلاط ما ينزل. يعني الترجي تو قبل بنهار نهار سبت هزت الكوب ولا شامبيونات تونيزي نتاع الهاندبول، قبلها الفوليبول دوبلي. يعني الترجي مو الفوتبول برك راهو يا حيدر، صحيح الفوتبول انا معاك، لكن زاد حتى لو تهز الدوبلي وتهز الكوب دافريك ما يلزمهاش تهبل الجماهير. هذه كرة قدم مراهو، هذه كرة قدم، فما ناس تلعب ضدك، فما ناس تحضر في الماتشوات باش تربحك، ماكش وحدك في التيران. هذا اون دوار لاكسبتي. انا بالنسبه لي انا ما نقبلش تاع سبان من لعبيه تو كريتيك، من حقك من حقك، انا هاني قاعد نكريتيك هاني مكشف، لكن انا جو كريتيك نبيل معلول خويا وصاحبي جو كريتيك حمدي المد بكيف كيف سيريال بنور، اما مش نسب، لا سبان لا. لأنه مش معقول. نبي الخيرات حيدر، أعتقد أنه الفترة هذه ماهيش فترة رد فعل دي قوة، تحس ولا تقليد عند جماهير تونسية نتيجة ما تمشيش برا خويا نصدم ونعمل كبسة للملاعبين. مش قولك معناها سيبا زي بريسيدان في كورة في تونس، لأنه شفناها مع نادي الإفريقي كذلك في بداية الموسم، وللأسف يزم برشا تفاهم برشا تعقل الفترة هذه، برشا ضبط نفس. شفنا الدرس جانا منذ أيام حيدر جماهير الميلان، شفنا الجماهير الميلان وشفنا كيفاش دعاوا اللاعبين بعد خسارة مع الانتر، كيفاش حكاوا معاهم وكيفاش قادة الجماهير معناه اللي هما حكاوا مع اللاعبين وكيفاش طريق بطريقة حضارية، لأنه الحقيقة يلزم توا الترجي برشا تفاهم في صفوف الترجي. النتائج فما أزمة نتائج نعرفوها، لكن كذلك الترجي قادر على إدارة أزمته، لأنه أنا شفت توا في التدوينة ما يلزمش ترك اللاعبين وحدهم زاد الحقيقه اللي شفناه زاد، وانه اللاعبين لازم يكونوا بيان اونطوري في الفتره هذه. المسؤولين انت يلزم يكونوا بيان اونطوري حيدر على المسؤولين معناها. نعم نحكيو بالواضح، الترجي هذه تونسي فيها مسؤول واحد كبير اللي هو الرئيس حمدي المد، والبقيه بقيه المسؤولين ما معناها حيدر هذه غير مؤثرين. هذه شفناها حيدر في نهايه الدربي وقلنا وانه يلزم اللاعبين ما يكونوش وحدهم على ارضيه الميدان يناقشوا الحكم، وشفنا شو صار مع مرياح. معناها لو كان فما مسؤولين ومؤطرين وقتها ما كانش يصير الحكي تذكم في البارك بتاع الاسبيرانس، بارك الاسبيرانس اللي معمل في 1919، معناها الترجي مش شوية مش خلقت البارح. يلزم يكون فما تأثير ويلزم يكون فما مسؤولين واقفين، ويلزم الإحاطة باللاعبين، لأنه حبيت ولكرهت اللاعبين هذوما هما اللي كانوا يفرحوا فيك قبل أشهر قليلة، هما اللي جابوا تيتروات كل الترجي. معناها الحقيقة أنا نتصور وأنه توا في الوقت الحالي يلزم اللي يحاتب اللاعبين بشره ويصيب، واللاعب فولنيرابل يتاثر كذلك بالمحيط العام تاع الفريق بالاجواء المحيطه بالملعب. اعتقد الان وانه مش وقته الحقيقه، الجماهير لازم تعقل ولازم تفهم وانه الترجي مش يقعد يفوز كل اسبوع، الترجي مش شرف الالقاب كل موسم، فما دي سيكل يسيروا في الحياه. الترجي ماهوش وحده سته بطولات على بعضهم، ماكش تجري وحدك انت في المضمار، ماشي معاك باش يجي نهار ويهز معاك حد اخر، مش تحط هز وحدك.
لكن زاد فما حاجه مهمه ما نعرفش كان بعد شويه نتعدي ونحكيوا على منتخب قلم العشام 20 عام لانه حدث يستاهل تعليق الحقيقه ويستاهل فرحه متوانسه. كلما اليوم يقول لك انه راهو الخساره في حد ذاتها هذا قانون كما في الرياضه الكل الخساره كما الربح، لكن انك تتعود على الهزيمه ويصير تطبيع مع الهزيمه هذا المخطر. اليوم تراجي بهؤلاء اللاعبين وبهذا الفكر بهذا المستوى ادخل في منطقه التطبيع مع الهزيمه رضا براوي. خلينا نكون واضحين، التراجي عمره ما عمل شر من هذا النوع. صحيح. ده احنا قبل كنا نتبع الكره واحنا صغار نعرفوها وتتعاود ويمكن سمعتها زي طبعا النبي الخيرات قبل معني. التراجي عمره ما يخسر مرتين على بعضهم، هذا يخسر 5 مرات على بعضهم وخسر في مختلف المسابقات بطوله وتشامبيونز ليج وكوب. صحيح. يعني اليوم راهو فما معناها كيكو شوز كي كلوش لازم تشوف الامور. لا شوز كي كلوش بكل صراحه وبكل احترامي لكن ما نحملش المسؤوليه وكانهم متعمدين. فما انا قلت اعوذ بالله من كلمتنا واتحمل مسؤوليتي، قلت من اول الموسم والاسبانوس على تربح بدون قناعه، مانيش مقتنع بكل صراحه بالمدعبيه هذوم. هل هم متعمدين جابوهم مش متعمدين؟ سوء اختيار، العين كانت فيها شويه دعماش، خلينا نقولوها بصراحه. اما باش نتهم هذاك جايبه بالعاني وهذاك سمسار وهذاك بيه وهذاك عليه، هذا انا واحد من الناس ما نقبلوش، لانه اذا باش نوصل نشك في مسؤولين الترجي الرياضي وفات الكره سامحني عاد. لكن شغول انا الوضع توا الحالي يلزم يتصلح في اقرب وقت. وانا متاكد بحياه معناتها نتمنى وان شاء الله سي حمدي المد بيكون موجود والاداره تكون موجوده مع تو انتداب طارق ثابت باش يكون هو مسؤول عن الانتدابات. يعني تصير المشاكل، واحد في عائله يتعارك مع اخوه ومع ابوه ومع ويتلموا ويصلح الوضع. ترجع عائله اخويا هذا ايش نقول انا؟ احنا نبعد ونبعد كل الفرق روا نحكي لا لا نحكي توا على الترجي. اي هي ما كاين كل الفرق عائلات كل الفرق توا. انا يا اخي ما تكلمتش على السبورتير اللي تظلموا على جوار الكلوب في الضمان. لا تكلمت صحيح. مش معقول. انا واحد من الناس ما نقبلوش يا اخويا. عندك تحب تحتج تحب تعطي رايك اعطي رايك، ما تسبش وما الاعمال العنف هذايا ما يتقبلش بصراحه. كامل معك هذه حيدر. انا جدمي وانه في الكره فما الهزيمه كما فما الانتصار، وجدمي وانه الترجي قاعد يمر بالباساج افيد فما كريز دو ريزولتا، هذه الحقيقه معناها. لكن ما يلزمش تطول الكريز هذه لانه الترجي ما يلزمش يطبع على الهزائم كذلك، لانه كي تخسر سي تروا نيفو انت كاس وبطوله وكاس افريقيا تولي توجع ويقول لك دو كو دو لا ميم تيت صافي مال جمهور الترجي اللي انا نتفهم الغضب نتاعو. لكن انا اللي مقلقني ماسور ريزيرف هي ضد المسؤولين، لانه المسؤولين لو كان الترجي فايز راهو المسؤولين اكثر من اللاعبين على ارضيه الميدان، ولو كان جاء الترجي هز تيتر توا راهو البارك مع المسؤولين واشباه المسؤولين كذلك. صحيح صحيح. اللي يقلق المسؤولين اللي يهرب وقت الهزيمه اللي يخبي وجوههم وقت الهزيمه ووقت الازمات ويخليوا اللاعبين في مرمى حجر الجمهور ويخليوا اللاعبين فيس تو فيس مع الجمهور، هذاك الاختيار لانه ترجي مؤسسه ماهيش لعبه في بطح. هذا هو. خلينا نتحدث على منتخب اقل من 20 عام والاكسبرو الكبير الحقيقه تاريخي اللي صار البارح بترشح المنتخب للدور الثاني في مونديال اقل من 20 عام. ريكاب سبور حيدر الشرني. ريكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعه من 6:30 ل 7 متاع العشيه. عشنا وشفنا الجماهير التونسية تشجع الهندوراس وفي نفس الماتش تشجع فرنسا. اللي صار البارح الجماهير التونسية حاجة مش عادية، شجع الهندوراس ماركيت ومن بعد فرنسا ومن بعد رجعوا شجعوا الهندوراس باش الفارق الهدف ما يكبرش، لأنه المنتخب الفرنسي البارح لو كان ربح 4 كان يتعدى هو مش المنتخب الوطني التونسي. دونك الحصيلة زوز هزايم مع الأوروغواي في الوقت البديل من ضربة جزاء، واحد بلاش مع الأنجلتير مع أداء متوسط، مع العراق كان دائما متوسط لكن كان فما كونكريتيزاسيون كان فما واقعية. ربحنا 3 بونتو اللي تسجلوا كان هما السبب الرئيسي في مرور المنتخب إلى دور ثاني. برشا كلام يتقال لكن اليوم تحبوا لا تكره، منتخب يكتب في التاريخ، ما عملش ماتشات كبار مع العراق بالسيف، مع الانجلتير خسارة، مع الأوروغواي زاد خسارة، لكن في الآخر المنتخب في الدوزيام تور. يا خويا نقولوا مبروك. مبروك بكل تأكيد. الفيدراسيون التونسية للفوتبول على النتيجة، مبروك سي منتصر. علاش بديت بالفيدراسيون مش بسي منتصر؟ نعم. علاش بديت بالفيدراسيون مش بسي منتصر؟ خاطر الفيدراسيون هي عينة منتصر. صحيح والله. اسمع برافو كمل خويا. عنده بريك تصفيق مع دخلت. اسمع عنده بريزونس ديسبري. اي هكا تعمل علاش هنا هو. انا جو سوي كونتر كي تقول لي والله تونس ما عملتش شامبيون دي موند باهي. يا خويا كي تخسر مع انجلترا انا زيرو تقولي نلعب ديفونس نلعب درش. انا الريزولتا كي كونت، خسرت انا زيرو، نخسر مع الاوروغواي
اللي رابح العراق أربعة نخسر أنا زيرو بغرفة بضرب الجزاء ونربح العراق ثلاثة بشيء. بون ربحت العراق دوزيام ميتون عملنا اون تري بون دوزيام ميتون معناها خويا العزيز اون ميريت لا كاليفيكاسيون. وباش نقول لك حاجه اخرى نتمنى انا اتمنى ما نقولكش نتمنى باش نربح البرازيل خاطر ما اسمى كان البرازيل لكن نتمناو نعملوا بريستاسيون باهيه ونكونوا بالند بالند البرازيل. نبي الخيرات. شوف الحقيقه ديما نقول لك حيدر احنا على تونيزيان راهو كو مشينا كوب دي موند حتى في كوب دافريك عملنا هيك راه كنت عادينا دوزيام تور في كوب دافريك في مصر ديما شويه اصعب شويه اكسجين سي تونيزيان شويه سي تونيزيان شويه زهر ما عملناش بريستاسيون كبيره زاد احنا فهمني دونك لكن تعدينا وصلنا الدومي فينال وخسرنا مع السنغال خرجنا بالثلاثيه مع السنغال دونك مانيش بعد برشا على النيفو اللي عملناه في كوب دافريك احنا الناس فاهمين احنا نلعبوا بكره واقعيه مع مع المنتخب الانجليزي اللي هو شامبيون دوروب عملنا واحد بليش الهدف دونك عادي جدا الحقيقه باش يسجلنا الهدف مع العراق اللي لازمها تاكل ثلاثه كريت ثلاثه العراق تو سامبلومون حاجه اخرى بلاي سامحني نبيل شنو البريباراسيون اللي عملناها للكيب حتى بريباراسيون حتى بريباراسيون فهمتني علاش قلت بريما وبارك الله فيه سي منتصر لعيشي على الشيء هذايا عاد حيدر جونشين كاستينغ جديد زي جونشين نقول لك انه المنتخب بلا وحتى اللاعبين جدد معناها ناديهم قبل قبل كوب دي موند والتغيير اللي صار على مستوى الإطار الفني والتحذيرات اللي ما كانتش موجوده الحقيقه معناها جملة زاد نكونوا واقعيين المنتخب هذا الباهي بالنسبه لي رايي انا الشخصي وانه مشينا بذكريات الارجنتين 78 ماشي معنا الامور لحد الان لانه احنا افضل تالق عملناه في الارجنتين 78 لما لعبنا كاس العالم نتاع الشتالي نتاع الملعب نتاع الارجنتين شويه معناها شويه اللي عملنا الوهابي كيما علي الكعبي اي شويه اللي عملنا لا لا حاجه اخرى الباهي علي الكعبي معهم على فكره في ديليغاسيون حاجه اخرى الباهي يا حيدر في المنتخب هذا وأنه أول منتخب في تاريخ كرة قدم تونسية توت كاتيجوري كونفوندي كوسوا صغار ولا كبار ولا أوسط منتخب تونسي ترشح للدور الثاني هذا مش شوية مش هين الحقيقة في مجموعة يلزمنا أن مرة أخرى نعترف وأنها مجموعة الأصعب سيسمعش البول دومور فيها بطل أوروبا فيها فيس شامبيون متاع إيسيا وفيها فيناليست متاع أمريكا اللاتينية معناها مش شوية الخسارة متاع البارح توجع لأنه جات في الوقت الضايع وكانت خرجنا من كاس العالم جات من واحد من أفضل اللاعبين أفضل لاعب والحقيقة مالوريزمون بروي لأنه كان الميور جوار في التورنوا كامل على ثلاثة ماتشوات البارح ضربة جزاء قاسية والحكم الإسبانيولي كان يصطاد فينا الحقيقة حتى التحكيم البارح ما كانش عادل برشا المنتخب التونسي انهزم صحيح لكنه ترشح والحمد لله ولا كان عادل ما احنا استنسنا بدزة صغير لا والله الحقيقة شوف أقول لك علاش تحسوا الحكم تحسوا وأنه يصطاد فينا في أي لقطة وتعرف أنت حتى لو ثقافين إسبانيا الأوروغواي أمريكا اللاتينية فما ديزافينيتي كولتوريل الحقيقة إذا ما ذي واحد يعترف بها المهم أنه منتخبنا فاز وترشح للدور الثاني نتمناه أنه مع البرازيل ما نعملوش كما عملنا مع فرنسا في فرنسا مع المنتخب الأول لما انهزمنا خمسة الخوف اللي خلانا نخرج من المباراة وما عرفش نتصرف في المباراة شارع منتصر يعرف يدير اللقاء أمام البرازيل احنا مانيش ماشيين بشارع بركس العالم بشارع بعاصمة كرة قدم تونسية ونمشيو أقسم يمكن وكل مباراة عندها حقيقة هذا هو تنرجع إن شاء الله لأنه يستحق أكثر وقت منتخب أقل من 20 عام ما هيش مبالغ كي يقولوا يكتب في التاريخ يترشح للدور الثاني أول منتخب يعمل الشيء ذا في تاريخ كرة القدم التونسية اللي عمرها تقريبا نحكيه على حيدر حيدر ما كلنا ضربوا سياتر في الجزائر الشقيقة يقولوا قاعدين يقولوا منتخب هذا فيه برشا لاعبين من أصول جزائري كيفاش تونس قاعدين يختطفوا في الليجون في العراق قالوا أنه منتخب التونسي سرق الانتصار وإحنا رابعين 3-0 حتى أخوان العرب مش مقصرين معنا قالوا تقالوا الحارس أضعف لاعب عندهم صحيح. بعدنا حال مبوتويت الكل تي بون هذاك وقراءات هاي خلينا بالضبط الحارس أي دقيقة الحارس عطينا على الحارس ما تنجعوا له تنجعوا باش احكي لك على حارس واحد اخر اي على هذا هو نحكي لك انا على الحارس اللي باش يجي توا اللي ماشي ايلونتيسيب ايلونتيسيب جيت ياخذ بلاصه ريدا طموحات كبرت طموحات كيس ايلونتيسيب اي نحكيوا على ايمن احمد بعد لحظات ريكاب سبور حيدر الشرني ريكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعه من 6:30 ل 7:00 العشيه أيمن دحمان نهاية عقد مع نادي صفاقسي الجمعة القادم اتفاق رسمي مع نادي الحزم السعودي الصاعد حديثا للدرجة الممتازة السعودية ما يعادل يعني الليغا متاعنا في السعودية يرجع للقسم هذا كما قلت اتفاق رسمي على عقد لمدة زوز مواسم حارس المنتخب والسياسات في السعودية في نادي الحزم نكون عندك تعليق سريع على ذا أبو راوي
والله بصراحة هو اختيار نحكي على اتفاق مش عقدة مش تبدأ الناس اي حتى لو مثلا اتفاق رسمي به انا معناتها اون ريسبكت لو شوا نتاعو الرحمن لكن جوري بريفيري راك نمرو ان يا ايمن يا خويا راك راك جول دو ليكيب ناسيونال غارديان بوت دو ليكيب ناسيونال شنو كان المفروض يعمل تونيزي يا خويا نمشي لكرون كلوب صحيح تحب تفركس الفلوس صحيح علاش ما عندكش فلوس هنا في تونس ما عندناش فلوس رايو زاد فما اسم انت اسمك ما عندكش اساس كيما تنجم تعطيه لا انا معاك انا معاك توا في الفلوس في الخليج يلقى الفلوس لكن زاد خويا راك ماشي ليكيب بكل احترامي للنوادي السعوديه تو انا شنو نقول والله نزغرط له ونفرح ونصفق له لو مشى للهلال لو مشى للاتحاد جده اللي خذت الشامبيونه ونقول لها مبروك البطوله اللي خذيتها تمشي للاهلي تمشي للنصر هاو رونالدو يلعب في النصر انت عليه بكل احترامي للحزمه وبكل احترامي معناه الفريق اقل من دحمان اللي هو حارس تونس صحيح راك نمرو ان خويا العزيز نبي الخيرات باختصار انا جو كرو كي لا بريفيديجي لو بروجي ايكونوميك اي فينونسي قبل بروجي سبورتيف فوالا يعني تعرف فما لاعب كي يقرب للروتري تاعو ولا هو جون اللي جون مازال يبو اسبيري ميو كو سا كي نجم يمشي لاوروبا يلعب ديفيزيون 2 في اوروبا العروض اللي وحتى كلامك كانش برشا عروض رسميه الكل 300,000 و 400,000 اقل برشا من اللي انا كيف سمعنا باللونفلوب الحقيقه اللي باش يمشي بها تقول وانه عنده حق الى بلينمون دروا اللي هي في حدود 800,000 دولار, دولار في الموسم في الموسم من ناحيه ماديه انا قلت لك لكن زاد راهو لازم نعرفوا انه اللاعب التونسي حاليا راهو ما ينجمش زاد يخمم باش يمشي جمعيه خير من هكاك لانه يعني شفت انت حتى اللاعبين اللي جاوا من اوروبا تونس ماهمش قاعدين يلعبوا في الهلال ولا في النصر ولا الاتحاد ولا الاهلي ما تنساش وانه المبولحي الحارس الجزائري قاعد يلعب في كيف في ديفيزيون صحيح, صحيح ما تنساش وانه فاروق في تومكو لعب في الشباب السعودي الشباب من احسن فما حقيقة الشباب فما حمد الله بتاتر فما اسماء كبيره مهاجم المغرب قاعدين يلعبوا لكن اللاعبين العرب بكل تقريب ما يجوش يلعبوا هذا هو شكرا لكم رضا بوراوي ونبيل خيرات يعطيكم الصحه